ان انت كنت هناك. ليه؟ مالها يا عمر؟ مالها ليلي؟ يا لهوي. بس الحقيقه كده الحمد لله ان انت كويسه يا ليلي، بس بالنسبه للتوام ربنا يعوضك عنه. الف الحركات دي عماله تلف وتطول عشان تيجي تقيسي بناتي. ايوه دكتوره، ايه اللي حصل؟ ولادك ماتوا، توام ماتوا. ايه؟ هما كانوا توام؟ ايوه. متأكد ان الاطفال بيصابوا من الزيت بتاع اللوبتات؟ ايوه. هزر لي، فاكر شوية الشعر الاصفر اللي عندك ده وعينك الزرقاء دي هتخليني اهزر مع واحد زبالة زيك؟ روحي يلا من هنا. مستحيل اصدق، مستحيل، اكيد في حاجة غلط. يا لهوي يا عمر، على فكرة بقى انا سكت لك كتير قوي. ايه؟ يا نهار ابيض. يا جوليا انا عارف كويس ان انت كنت هناك. ما تقولي لعمر هي كانت فين؟ حرام عليكي، ده منهار. مش هقول. وبعدين كنا فين؟ احنا ما كناش عند حد. والله على فكره بقى احنا فعلا كنا عند لي، وعايز تعمله اعمله، احنا مش هنقول لعمر. حرام عليك، هو تعبها كتير. يا سلام، يعني هي عندها حق تهرب وتسيبه، وعيالها مش مهم، هم اللي هو اللي عمر ظلمها. مش لازم تستحمل مش كل حاجه عشانه. يا سلام، بقولك ايه، حرام عليكي، عمر منهار. انا ما قلتش ان هو ما يستاهلش، ده يستاهل ضرب الجزمه القديمه، بس لازم نقول له حرام بجد منهار. اول مره اشوفه عامل كده، اول مره اعرف اصلا ان هو ممكن يكون كان بيحب اللي اصلا. بس برضو مفيش برضو. انت اقنعتني، لازم نقول لعمر، لانه فعلا انا شايفاه منهار ومش قادر استحمل هي اكتر من كده. احنا لازم نقول له ليلي فين. يعني انت كنت عارفه؟ ايوه كنت عارفه. طب ليلي فين بقى؟ عند اهل عمر. روحت عند اهل عمر وهو مش عارف؟ ايوه. طب تعالي نقول لهم بره. يا جماعه بسرعه، انا مستعجل، محدش شاف مفتاحي. مفتاحك ليه؟ رايح فين ومستعجل ليه؟ ان شاء الله بسرعه. هو انت قلت له مكان ليلي؟ لا. هو انت كنتوا عارفين مكانها؟ لا. رايح فين يا ابني؟ مش مهم. لا لازم اروح المستشفى حالا. بقولك ايه، لا يكون حصل حاجه لليلي بصراحه كده. ايوه، ايه اللي حصل لليلي يا عم؟ ما انا عمال اقولك من الصبح كلمتني ولك الساعه كلها، ايه اللي حصل؟ كنت بتتكلم عادي معايا وفجاه كده تليفون لنا عمال يستاكل وخيل هدومه ونيسل. رايح فين يا ابني؟ صدقوني ما اعرفش، بس بابا اتصل بيا قال لي لازم تيجي بسرعه عشان ليلي ولادك مش كويسين. ليه؟ مالها يا عمر؟ مالها ليلي؟ يا لهوي، ايه اللي حصل لها؟ طيب وهي كانت فين؟ طب ولا عملت ايه؟ طيب ايه اللي حصل؟ ما اعرفش، دوني. طيب فين مفتاحك؟ هو ايه اللي فين مفتاحه؟ هو انتوا محسسنا ان احنا الوحيد، ان هو عمر الوحيد اللي معاه مفتاح في البيت كله؟ ايه يا جماعه، ما يلا نروح المستشفى. يا واد يا دودي يا قليل الادب، طلع المفتاح، خلي سيفت الاسم وعملت له لليلي. لا لا، اما طلقك وستين طلقك كمان. ايه؟ لا هو كده. ليه؟ مش ايده يلوه لملاطه كده. انت مش عايز تصالحهم؟ عايز اصالحهم، بس عمر لازم يتربى شويه. لم نفسك يا توتي وطلق المفتاح، حرام عليك. بقولك ايه، امشي من وشي، مش مطلع المفتاح الا لو ليلي، لو معرفش الا لو ايه. طب توتي انت حيوان، وانت نوتي على فكره، وانت لبوت وهس يا مصدي. انا مصدي يا وليه يا عجوزه. اسكت بقى خلاص. هيا يا عمر، لقيت المفتاح؟ ايه اللي لقيت المفتاح؟ انتوا اذكياء ازاي بتدوروا على مفتاح عمر؟ يلا يا جماعه ننزل نروح نشوف ليلي مالها. ان شاء الله تكون كويسه. ان شاء الله يا رب ما يكونش حصل اللي في دماغي. اللي في دماغي مش مهم. يلا على المستشفى بسرعه، مش هينفع نتاخر اكتر من كده. مش عارف الكلب اللي اسمه عمر ده كل ده فين. انا مش عارف افوقها، ومش هقدر اعمل حاجه غير لما تفوق. ما تروح تفوقها بعيد عني يا اخي، انا مالي.
طب هو اتصل بعمر تاني يا محمد. اتصلت بيه وعمارة اتصل بيه يقول لي جاي. بس خلاص ما توتروش، حرام عليك. وانت يا دكتور ما تشوف اي حل. مش راضية تفوق، اعمل ايه؟ اذبح نفسي. بقولك انت هتعرضني كتير ولا ايه؟ ادخل شوفها مالها. يا حاج والله شفتها. اطلع شوفها فوق، اطلع شوفها على اي جهاز فوق. طيب وبعدين هي حامل، منزله اوضه العمليات ومربطنا معاك هنا ليه؟ ما انتوا اللي جيتوا هنا اصلا، انا مالي. اطلع يلا، اطلع يا دكتور، اطلع. طيب بالراحه عليا، في ايه؟ عمر الحيوان ده هيجي بس واخرب بيته. هيا يا بابا قولي لي ليه مالها، عشان خاطري اقول انها كويسه. وبعدين ليه ما قلتليش يا ماما انها كانت عندكم؟ كنت هاجي اعمل لها اي حاجه بس تيجي. امشي يا عمر، انت تستاهل كل اللي هيحصل لليلي، مع انها هي ما تستاهلش. انت فين يا حيوان ومزعلها ليه اصلا؟ يا بابا مش وقت، والله مش وقت مزعلها ليه ولا مش مزعلها ليه. فين ليلي؟ فوق. فوق فين؟ فوق في اوضه الكشف بتاع الحمل. انا مالي. طيب ايه ده يا عمر؟ بالراحه يا محمد، هو مش هيستحمل الصدمات دي كلها. ايه اللي حصل؟ قولي ايه اللي حصل. لسه ما حصلش حاجه، بس يعني اطلع يا عمر. طالع. متاكدين؟ فوق. فوق. طيب ماشي. هو حصل لها حاجه؟ والله لسه ما نعرفش، ربنا يستر. كل اللي غيظني انها راحت عند حماها وحماتها، واللي هم يبقوا اهل عمر، واهل عمر مش عايزين يقولوا لعمر ان مراته عندهم. يا اختي. هاي يا ليلي، عامله ايه دلوقتي؟ اعتقد المفروض تكوني اتحسنتي ولا لسه تعبانه؟ هو لازم تبقي تعبانه يعني، عشان بس ما تقوليش ان انت تعبانه. مالك دلوقتي؟ مرتاحه الحمد لله. كويسه. هو ايه اللي حصل لي؟ قولي لي بقى، انت من الصبح عماله تقولي لي لما تفوقي. انا فقت، قولي لي. بص يا ليلي، هو الحاجه اللي انا هقولها لك دي ما تستحملهاش اي ام، بس الحقيقه كده الحمد لله ان انت كويسه يا ليلي، بس بالنسبه للتوأم ربنا يعوضك عنه. اللي انت بتقولي ده لا لا مستحيل. لا 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 لا، يا لهوي يا لهوي، اهدي 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 خالص. الله، ربنا يستر على ليلي اللي انا عاوي عليها، وكلهم هيقولوا انها السبب، بس انا ماليش دعوه. والله انا ماليش دعوه، هو اللي قال لي ان انا هيبقى اسمي لولي، انا ماليش دعوه. بقولك ايه، انت يا بت. ايوه الاول بس تتوقعي ليه هتكون كويسه. بقولك ايه، اسكتي عشان انت من ساعه مكيتي اصلا وهو كله هنا هنا هنا، فاحسن هكا تسكتي وتكتمي بوقك وتحطي كاسمة قتيمة وتجيبي سلطة كمان وتقفلي بوقك بيها، عشان انت هيوانة وواطية، وكمان كلمة هتروحي توقعي ما بين بناتي. بس لا، اللي يجي كان ببناتي، بناتي خط احمر. بقولك انا ما صدقتي خلصت من سنهم وواكي الدماغ، كل واحدة هتفضل تقولي كوسها ومسكوسها وتقعد تتخانق معايا ويا ماما انا سئلين انا كوسي، ويقعدوا يبهدلوني لان ميسوا القلف دوت. انا مش الامهات اللي بتطلق بناتها على كوزها، دي ماليش دعوه خالص. بقولك ايه، انا من لوسيا. طيب حضرتك عايزه ايه دلوقتي؟ بسم الله، كنت عايزه ايه منك؟ لا نسيتين يا بنت الفقليه، انا ما كلمتكيش. بس اسكتي خالص. حاضر. كنت عايزه ايه؟ يا الله. كنت بتقلفي تخيلي بامبلز. ايه بتقلفي تخيلي البامبلز؟ بعرف غير البامبلز هو اكيد يعني ايوه طبعا. امال عامله نفسك فاكتة الذاكره ليه؟ وهو في حد مش بيعرف يغير بامبرز؟ ايوه انا مش بعرف اغير بامبرز، او بعرف بس نسيت. يعني عايزه ايه مني عشان انا بدات افهم حاجه تانية؟ اقول لك ايه، هي اللي انت فهمتيها، نيلي عايزه تخيل البامبرز وانا ماليش دعوه، على اساس انا اللي دعوه يعني. انا ما اعرفش. وبعدين انت عماله تشتم فيا، روحي شوفي حد تاني يغير البامبرز. لا والله انت حيوانه اصلا وعقلبه. انا عايزاكي بقى تيجي جنب بنتي، انا الف الحركات دي عماله تلف وتطول عشان تيجي تاذي بناتي. ايوه هيا يا دكتوره طمنيني، والله العظيم انا قلقان قوي. قلقان؟ انت عمر مش كده؟ ايوه انا عمر. طيب بص يا حبيبي، ليلي حكت لي كل حاجه وقالت لي عنك كل حاجه، فمن الاخر كده مهما كان ما ينفعش اقولها لك بعصبيه عشان قلبي ابيض. دكتورها ايه اللي حصل؟ ولادك ماتوا، توأم ماتوا. ايه، هما كانوا توأم؟ ايوه. لا لا دكتوره قولي لي ما تهزريش، عشان خاطري اقولي مش بتهزري. هزر لي؟ فاكر شوية الشعر الأصفر اللي عندك ده وعينك الزرقاء دي هتخليني أهزر مع واحد زبالة زيك؟ روحي يلا من هنا.
مستحيل اصدق، مستحيل، اكيد في حاجه غلط. يا لهوي يا عمر، خليه كده مرمي على الارض، والله ما انا مفوقه، خليه يستاهل الرمي على الارض. تعالي يا ليلي يا حبيبتي، قومي يا عمر، عارفين انها حاجه جامده، بس قومي يا عمر. عمر قوم يا عمر، فوق يا عمر. يا لهوي، فوق ازاي ده؟ ما تجيبوا اي دكتور يفوقه، وهو في دكتور هيرضى يعبر حالته؟ مش مصدقه ازاي يحصل لليلي كده، بجد صعبان عليا قوي. مشكلة ان الموضوع جه مفاجاه وكانت هي مراهقه. يا لهوي، اسكتوا عشان انتوا السبب. ايه اللي احنا السبب ده؟ ان شاء الله انت مش لاقي حاجه تطلع غيرك فيها فجاه تقول لنا احنا السبب. لا انتوا السبب، وانتوا عارفين ان انتوا السبب. احنا السبب في ايه؟ انتوا السبب، انتوا اللي ما قلتوش لعمر، كان زمان عمر راح لها على الاقل يحاول يصالحها بدل ما تعمل في نفسها اللي عملته. وهي عملت في نفسها ايه؟ معلش ماليش دعوه بقى عملت في نفسها ايه. ما يمكن حاولت تعمل اي حاجه في نفسها فسقطت. لا مش احنا السبب على فكره، ما هو عمر هو اللي بص لبنات العالم. اختاه انتي وهو واخواتي كلكم اللي واقفين كده، نفوق الراجل اللي منه على الارض وبعد كده نتكلم مين السبب ومين مش السبب لو سمحتوا. خلاص يا عمر اهدى، ربنا هيعوضك ان شاء الله، ما تزعلش. عارف ان الحمد لله على كل حال، بس اعمل ايه؟ يا دكتوره، يا دكتوره اهدى، رايح فين؟ هتهزقك، اسكت مالكش دعوه. وبعدين بقى عايز من امي ايه؟ ارجوك يا كلم ليلي، مش اطلع بره، مش دي محل ثاني ما دخلكش. يلا 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 يلا، بدل ما اقل على ادبي عليك. يلا يلا، طب مش ماشي من هنا، يلا يلا. على فكره بقى انا سكت لك كتير قوي. ايه؟ لا والله خفت انا كده يعني من زعيق. لا بقول لك ايه، روح زعق على حد تاني. يلا يلا روح من هنا. بنتي بطلت عياطي، والله خطر عليك ان انت تفضلي تعيطي كده، مش قادره. هو بره؟ ايوه بره. امشي يا حيواني يا عمر. بس لا مالكيش دعوه انت، لو سمحتي امشي يا عمر، لو سمحت، لو انت عايز تطمن على ليلي وليلي ما يجرى لهاش حاجه اتفضلي مشي. انا بقى اكلمك بالسوق اهو، انا اسفه ان انا اتعصبت عليك يا استاذ عمر. يلا اتفضل من وشي. حاضر، عشان خاطر ليلي بس. واحد الله يا عمر، لا اله الا الله، والحمد لله، الحمد لله على كل حال. ايوه جينا. ها مالها ليلي؟ طلعت كويسه؟ كان محمد بيخلص اوراق تحت، هي ما تنطقوا مالكوا. ارجوكوا عشان خاطري استروا عليا. طب ما هو لازم يعرف، لازم يعرف، بس مش دلوقتي عشان خاطري. طيب عشان خاطرك لولا بس ان انت ايه هلك صعبان عليا. لا ليلي كويسه، ليلي كويسه والله. كويسه. ايه ده غريبه يعني. طب الحمد لله. ماشي. وبنتها ولا ابنها ايه اللي كان في بطنها كويس؟ ايوه متاكدين؟ ايوه دول طلعوا توأم كمان. ايه ده والله مبروك يا عمر يا اللي ما تستاهلش. لحظه ده عمر بيعيط ليه يا عمر؟ لا ما دي دموع الفرحه. عمر لما بيفرح بيعيط ولما بيزعل بيضحك. مش فاهمين انتوا عمر، انتوا مش فاهمكم بعمر، انتوا مش قاعدين معاه اصلا، فانتوا مش فاهمين تطورات عمر. بيعمل ابديت لنفسه كل شويه فبيتحدث يعني. لا اسكت اسكت، ما ينفعش تفضلي تعيطي كده عشان حالتك، ما ينفعش. هو السبب ان هم ماتوا. لا بصي، هو انا معاكي في كل حاجه وفي صفك وان هو غلطان وكل حاجه، بس انت مؤمنه ولا لا؟ مؤمنه الحمد لله. طيب دلوقتي انت عارفه ان الموت والحياه بتاعت ربنا، احنا مالناش دعوه خالص، بس يعني هو عمر هو السبب، لكن مش هو اللي موته. لا ماليش دعوه. ما ينفعش يا ليلي انت كده، ما ايه اللي انت تقوليه ده كده؟ انت هتبداي تعكي بقى في الكلام، ما ينفعش انت تقولي ده. استغفر الله، قولي الحمد لله وخلاص. في غيرك ممكن كان انت يحصل لك حاجه، تعرفيش كان ايه اللي ممكن يحصل. قولي الحمد لله، والحمد لله على كل حال، وتقوم بس ان شاء الله اللي جاي بيبقى احسن على طول. اي حاجه بتحصل وحشه بعديها على طول بيجي الاحلى منها بكتير، مش صح؟ صح. فتهدي كده عشان ما ينفعش حالتك تفضل متدمره كده. وشوفي هتعملي ايه، ولا هتروحي ازاي، ولا هتشوفي تعملي ايه. مش هروح معاه، مش قصدي تروحي معايا، قصدي اقعدي. يا ليلي اهدي بس، اهدي بس ونتكلم في موضوع تاني. اهدي بس، اني مش مطمن لنظراتكم كلكم لبعض وبصاتكم كلكم لبعض. بس يلا الف مبروك، ربنا يقومها بالسلامه. واحده غيرها كان زمان اللي في بطنها مات يا عمر. عارف. وانت بقى قول لي ايه اللي مزعلها، مزعلها ليه؟ يا بابا هي انا معرفش، انا كل ده عشان قلت لان بنت كده، موضوع طويل
وانا قلت للبنت ديت يا لولي، وهي ليلي الدلع بتاعها لولي. طب يا عمر مش انت عارف ان هي ما بتحبش حد يضايق اصلا، هي الدلع بتاعها لولي، وكمان رايح تقول للبنت لولي؟ مش مكسوف منك؟ خلاص بقى نقومهم اكتر. لا بالله عليكي، المشكله ان عيد جوازهم قرب، وكمان عيد ميلاد ليلي قرب. والله يا عمر ايوه، انت بتستعبط بقى ولا بتستهبل انت ولا ايه يا بابا؟ خلاص والله انا مش قصدي. مش قصدك ليه يا حبيبي؟ كزرت فازه وبتقولي مش قصدك يا بابا؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اسكت اسكت خالص، ما اسمعش صوتك. طيب احنا هنطلع نقعد فوق بقى، عشان مش هينفع نفضل واقفين هنا اكتر من كده. اطلعوا، انا هستنى ليه لغايه يمكن تصالحني. تصالحك ان شاء الله، تصالحك طبعا. يلا بقى ما تفضلش تحبطوا كده، كفايه الاحباط اللي هو فيه. عندك حق، يلا جاي، يلا تعالوا. بتعملوا ايه؟ على العموم هي ممكن تسامحك في حاله واحده، ان انت تلم نفسك وتتربى. لو كان حصل لها حاجه اعرف انها عمرها ما هتسامحك، بس هي ان شاء الله يعني ما دام هي تمام يبقى الحمد لله، وتحمد ربنا وتحط جزمه فوقك وتروح تتاسف لها. حاضر، بس هي تسامحني بس. خلاص يا عمر بقى احنا طالعين فوق. ماشي، يا رب تسامحني يا رب. المشكله دلوقتي لما نروح ربنا يستر على بقيه اليوم والخناقات والقرف اللي هيحصل. اه ده اذا روحت معاه اصلا. اه امال هتروح فين؟ معلش شكلها كده ممكن ترجع على بابا تاني. لا لازم تكلمها بقى، يعني عمر خلاص هيموت، هيجيله جلطه من اللي بيحصل. نكلمها في ايه يعني؟ ايه اللي ما تكلمها انت يا حبيبي؟ والله هكلمها، بس هي مش هتقدر تسمع كلامي، هتسمع كلامكم انتوا. روحوا عقلوها. لا انا هقول لها ايه؟ ارجعي لجوزك اللي بيخونك مع 1000 بنت في اللحظه الواحده. خلاص بقى احنا ما ينفعش نعمل كده، هو ما ينفعش طبعا نعمل كده. احنا مش هنتكلم خالص، احنا نسيبها. انا من رايي نقعد اهديها على الاقل، او نقول لها يعني اي حاجه. عندك برد؟ اه سلامتك، الله يسلمك. قلبت ازاي؟ صوتك روعه يا هيبوين. ايه لها يا سليب بيتلي عليا؟ قال صوتك روعه، انت اللي فهمتي حاجه تانية. نعمل لك ايه بس بقى؟ بطلوا هزار، انا مش عارفه انتوا ازاي بتهزروا. بس بنهزر والله، انا بتكلم بجد. طيب خلاص ان شاء الله خير يا جماعه، واحنا فعلا لازم نهدي ليلى. هنهديها وامان الله، بس انا متاكده انها مش هتسمع كلامي. لا ان شاء الله تسمع كلامكم، بطلوا التفقير فيها. بس متاكد متاكد انه الاطفال بيصابوا من الزيت بتاع اللوبتات؟ ايوه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا فصلتوا. اسكتي. خليبه هي معلومه خليبه. طب ايه تعليلك؟ دليلي ان الاطفال شبه الروبوتات بالظبط. نسخه نعم. لا دي جديده، دي سمعت كل حاجه في الحياه، وسمعت ان اي حاجه ممكن تكون شبه اي حاجه الا الاطفال يبقوا شبه اللي تقول البوتيتي دي. لا ما هو مش مقتنع. اقنعني. اقنعك؟ اه يا ليت اجيب لك اثبات ودلائل. اوكي بس دلائل يعني حرام عليك تجيب في سلت الست الميته. مين دلايل؟ هي اسمها دلايل، وانت قلت دلايل مش مشكله. كمل يا دودي. حاضر. الدليل ان الاطفال ما عندهمش مشاعر وما بيفهموش كلامكو كتير، والروبوتات ما بيفهموش كلامكو كتير او بيفهموا نص كلامكو بس ما عندهمش مشاعر. يا ابني الكنيه والله طول عمرك ساكي واقنعتني. يا نهار ازرق انت اتجننتي. بس بس مالكيش دعوة، تسكتي انتي، مالكيش دعوة اصلا بيا. لا انتي فصلتي بجد، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انتوا كده عقلكوا اتلحس. بس عنده حق، بس متأكد زيت لوبوتات هينفق معاها؟ يعني هي البنت كائنة وعمالة تعيط. ايوه. لا بقى بصوا، انا استحملت اشوف منكم حاجات كتير قوي، الا ان اشوف البنت هتموت في ايديكوا. اوعوا. انتي مجنونة؟ ازاي تسدي من ايدي البنت؟ انتي ما بتفهميش حاجة؟ كنت بترضعي ولادك انتي بتاكلهم زيت انتي ولا ايه؟ مش فاهمة. لا بس اكيد في تطول دلوقتي. ايه علاقة التطور انك تشربي البنت زيت روبوتات؟ ايه التخلف ده؟ بس بس انتي اتفهمت، انتي انتي مش فاهمة حاجة، انتي جاية من الموضة القديمة. موضة قديمة؟ موضة مش هديكوا، مش هديكوا، اعملوا اللي تعملوه، مش مديها لكوا. ان شاء الله. ايه ده؟ ايه التخلف اللي في العيلة دي؟ شفتوا كل حاجة عندهم. شو؟ الحمد لله. مالك؟ شكلك عديت برد من ليسة. سبحان الله، لسه كان في ناس عماله تقول ليسا والبلد بتاعها، ليسا والبلد بتاعها. اسكتي انت، مصدر الفيروس كله. نعم. لا ما اسمه لكس على فكره بقى، مصدر الفيروس كله محمد. نعم وانا مالي، محمد ملوش دعوه.
يلا ايه ده؟ يلا مهمل هو اللي ليه دعوه. اثبت لك؟ اثبتي. اصلا انت هضلتك، انت الوحيد اللي شغال في المستشفى وكل يوم رايح مستشفى جاي مستشفى، فالكل من المستشفى فيروسات، وانت اللي جايب لنا فيروسات. لا يا سبحان الله، اصل احنا عيل عمرنا ما بنروح مستشفى اصلا، المستشفيات ما تعرفناش. يا حبيبتي احنا عمرنا، اخر مستشفى رحناها كانت في 1900 قبل الميلاد. يا سبحان الله، انت الفيروس مش انا. ايه انت بس؟ خلاص بقى ما تتخانقوش، انتوا بتعملوا ايه؟ مش عارفه انا دماغهم فين. هي هتفضل نايمه كده كتير؟ ليه؟ طيب هي مالها؟ واخده مهدئ. مهدئ ليه؟ ملهاش لازمه المهدئ على فكره، انت هتكون اشطر مني يعني، تعال خد مكاني احسن. ايه رايك؟ مش قصدي يعني، بس خلاص انت بديها مهدئ ليه؟ عشان هي منهاره، وبعدين اطلع من اوضتها، هي لو شافتك من وشها اصلا هتنهار اكتر. احنا محتاجين نعالجها، مش ننهرها. ننهرها؟ سكتوه هنا. ايه يا عمر، داخلها تاني ليه؟ احنا مش قلنا هتفضل هنا لغايه اما ليلى هي تشوف هنصالحها ازاي؟ حاضر. وبعدين بقى احنا هنفضل كده؟ انا من رايي نروح نغير لبسنا ونرجع. يا عمر ليلى كل ده نايمه، وانت كمان تعالى معانا غير لبسك. كده كده ليلى نايمه خلاص، فانت هتفضل اعمل لها ايه يعني؟ ومش عايزه تشوفك، كل ما تصحى تقعد تنهار وتقعد تصوت ومش عايزه تشوفك. انتوا كلكم عليا ليه؟ مش كلنا عليك، هو ده الواقع. نعمل ايه يعني؟ هو وقفتنا في المستشفى يعني، هتفضل مخليها يعني مش تعبانه؟ انتوا عايزين ايه؟ ارجع غير هدومك اللي انت من الصبح فيها في المستشفى، كلنا في المستشفى من الصبح، هنرجع نغير هدومنا، واللي عايز ياخد شاور شو ياخد، واللي عايز يريح شويه ياخد، ونجي لها الصبح. انا ايه نروح وانا مش هروح؟ طب نروح ايه هنا ولا ايه؟ انا من رايي نرجع احنا ونجيله تاني الصبح. طيب ماشي. طيب يلا نرجع. يا بنت الهبلة. نعم. مش ناوية تديلي البت دي شوية أكلها؟ لا شكرا، أنا أكلتها وشربتها وكمان ساكتة من الصبح معايا، وكانت عمالة تعيط معاكي، خلاص سيبيها. وشفتي أول ما شافت وشك عيطت، أنا لو سمحت سيبيها. انتي ما بتفهميش هيجا صحيح وهمالة، وفاكرة نفسك ذكية وفاكرة نفسك جاية منين انتي؟ سيبيني بقى. اللي هو ده العنوان؟ طيب رن الجرس. يا رب يكونوا لايقوا بقى، ده انا تقفت. يا رب يستر، يا ربي. ايه ده؟ اهلا يا حضره الضابط، في هيجة ولا ايه؟ احنا اسفين قوي ان احنا جينا متاخر، بس احنا عرفنا ان البنت دي ممكن تكون عندكم، فاحنا كنا بنسال. هي انتوا تعرفوا البنت دي؟ وريني كده. يا نهار ابيض. I'm just for the night. I lose my inhibitions when you're not here.